حضرات الأساتذة، أيها الرفاق، هيدي أول سنة من 30 سنة نحتفل بعيد الاستقلال بدون وجود أي جندي أجنبي على أرض لبنان. وخصوصاً الجيش السوري يلي انسحب ب23 ديسمبر الماضي. ولكن إذا كانت الأرض استقلت، لازم الدولة والإنسان هن كمان يستقلوا. والدولة ما بتستقل إلا إذا حكم جيل عندهم قرار حر، قضية وطنية وتصور حديث للحكم. أما إذا بقيت الدولة بعقلية المزايا والإقطاع، فعبث تستقل الدولة حتى لو خرجت الجيوش الأجنبية. الإنسان ما بيتحرر إلا إذا صار مفهوم الوطنية يطغى على مفهوم المذهبية والطائفية. الإنسان ما بيتحرر إلا إذا الشباب والطلاب اليوم عم بيلاقوا فرص عمل بدل من أن يتخرجوا وينتقلوا للمهاجر. لبنان ما بيستقل إلا إذا صار في نزاهة بالمجتمع، خف الفساد والمحسوبيات، وصار عنا اقتصاد مبني قادر يستوعب أجيال لبنان. لأنه ما ننسى إنه هالاستقلال هيدا هو ثمرة جهود الشباب، مش بس الشباب يلي شاركت ب 14 آذار، إنما كل الشباب يلي قاومت الاحتلال على شتى أنواعه من 30 سنة لليوم. نحن الشباب لعبنا دور أساسي وعطينا صورة حلوة للوحدة الوطنية والقدرة على رفع التحدي. ولكن ظاهرة 14 آذار ما كانت صارت لما المجتمع كان قرفان من الاحتلال ومشتاق للحرية من 30 سنة لليوم. والتحدي اليوم انه نحافظ على الاستقلال، على هذا الاستقلال، وما نضيع من مدى استقلال 43. يا شباب، ما لازم نرجع نوقع باحداث مأساوية مثل ب 58 وب 75. هيدا تحدي كبير لازم دايما نواجهه، واستقلالنا بضل ناقص اذا ما عملنا كلنا سوا ايد بايد لاكماله ولترسيخه. واليوم عم تلتقي ارادة الامم والدول الكبرى لاجل بناء لبنان حر سيد مستقل. خلينا ما نضيع هالفرصة. عبس نفكر نبحث عن انجاز الاستقلال الحقيقي خارج اطار الوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين. لانه اليوم ونحن عم نتخرج من هالمدرسة تعلمنا انه كل ما انقسمنا انكسرنا، وكل ما توحدنا انتصرنا. فعبس يفكر المسلم انه ممكن يربح وحده، وعبس يفكر المسيحي انه ممكن يربح وحده. اليوم ما عاد في ولا فريق بيقدر يزيد على فريق اخر. كلنا ضحينا، كلنا عطينا شهداء، واليوم كلنا بنفتخر بلبنان مش بس وطن نهائي لكل ابنائه، ولكن يا اي الحر ويا اي المستقل، عشتم وعشا لبنان.